اتشال توا معنا اللي من اصناف 18 سنه. الخطوه الاولى هي كونه معنا ثم طلب من لقاح معين اللي هو معنا علمي توا اثبت نجاعته عند الاولاد الصغار، قدم باش ياخذ التاشيره من السلطات التونسيه. ان شاء الله معنا باش يقع معنا تمكين من هذا بعد الفتره معنا عمليه اللجوء الى هذا، هذاك يدخل في الاولويات الوطنيه ككل. اي قبل العوده المدرسيه ماذا بينا نكونوا حاضرين. سمعت لي لسعد يعقوبي كان قال ما نحضروش وما نلقحوش، راهو يمكن نوخروا شويه الغونتخي سكولير، العوده المدرسيه يمكن نوخروها. معناها لا اللي اكثر من 18 سنه باش يكونوا معنيين، لكن اللي اقل اللي اقل وقعت الدوله في اللجنه العلميه وثم اولويات وثم زاد نسبه نتاع خطر. احنا معناها اللقاح يهم الناس اللي مستهدفين بحالات خطيرة تؤدي إلى الوفيات، وهذا على نطاق العالمي. معناها الحمد لله علينا الوليدات الصغار نتاعنا اللي أقل من 18 سنة ولو فيهم نسبة اللي مرضت، لكن حالات خطيرة قاعدة معناها استثنائية وهذا مهم ومهم جدا. دونك يبقى نهار اللي تتوفر معناها اللقاحات اللي يمكن استعمالها عند اللقاح وقتها أنا المشكلة يولي ما عادش مطروح. على ذكر